معلش بعد شغل الشغل لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आपके लिए रुके हुए थे. और अब मैं गुजारिश गुजार हूँ हमारी अजीज आलिमा शबनम जैदी साहिबा से कि वो इस शबे दुआ का शुरुआत सूरह कौसर की तिलावत से करें। आवाज बुलंद सलावात से उनका इस्तकबाल करें। اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب السلام کو عليكم امام حسن علیہ السلام کی شب ولادت بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عالم اس پاکیزہ مبارک دن کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے. پروردگارہ جہاں جہاں دنیا میں محبان اہل بیت ہیں آج کی شب کے صدقے میں ان کی جان و مال ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین. خوب سب سے پہلے سورہ کوثر سے انشاءاللہ اپنی جلسے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دعائے مجیر ہم سب مل کر پڑھتے ہیں تمام حاجتوں کی برابری کے لیے، تمام گناہوں کی بخشش کے لیے، تمام پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور حاجتوں کی برابری کے لیے قربتاً اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجر، سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا باري، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم، أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا حنان تعاليت يا منان اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا انيس تعاليت يا مونس اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا قاضي تعاليت يا رازي اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا عالم تعاليت يا حكيم اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا غني تعاليت يا مغني اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا اول تعاليت يا اخر اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا واحد تعاليت يا احد اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا علي تعاليت يا علا اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى اجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا زارع تعاليت يا باري اجرنا من النار يا مجير،
سبحانك يا حافظ تعاليت يا رافي أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا معطي تعاليت يا معني أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا زار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا محسي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا سبحانو تعاليت يا ديانو أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا مغيثو تعاليت يا غياثو أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير، سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاء سد سبحان ان شاء الله پڑھتے ہیں ہم لوگ.
दुआए सद सुभान भी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मुजरब दुआ है, कि ये दुआ को जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया है, कि जो जिब्राइल अमीन जो है वो आसमान से रसूल अल्लाह के लिए लेकर उतरे थे ये दुआ भी, और ये अल्लाह की तस्बीह और ताजीम में से एक दुआ है, दुआए सद सुभान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحانه من إله ما أملكه وسبحانه من مليك ما أقدره وسبحانه من قدير ما عظمه وسبحانه من عظيم ما أجله وسبحانه من جليل ما أمجده وسبحانه من ماجد ما أرعف ما أرأفه وسبحانه من رؤوف ما أعزه وسبحانه من عزيز ما أكبره وسبحانه من كبير ما أقدمه وسبحانه من قديم ما أعلاه وسبحانه من آل ما أسناه وسبحانه من سنيء ما أبهاه وسبحانه من بهيء ما أنوره وسبحانه من منير ما أزهره وسبحانه من ظاهر ما أخفاه وسبحانه من خفي ما علمه وسبحانه من عليم ما أخبره وسبحانه من خبير ما أكرمه وسبحانه من كريم ما ألتف وسبحانه من لطيف ما أبصر وسبحانه من بصير ما أسمع وسبحانه من سميع ما أحفظ وسبحانه من حفيظ ما أملى وسبحانه من مليء ما أوفى وسبحانه من وفيء ما أغنى وسبحانه من غني ما أعطى وسبحانه من مؤت ما أوسع وسبحانه من واسع ما أجود وسبحانه من جواد ما أفزل وسبحانه من مفزل ما أنعم وسبحانه من منعم ما أسيد وسبحانه من سيد ما أرحم وسبحانه من رحيم ما أشد وسبحانه من شديد ما أقواه وسبحانه من قوي ما أحكم وسبحانه من حكيم ما أبطش وسبحانه من باطش ما أقوم وسبحانه من قيوم ما أحمد وسبحانه من حميد ما أدوم وسبحانه من دائم ما أبقى وسبحانه من باق ما أفرد وسبحانه من فرد ما أودها وسبحانه من واحد ما أسمد وسبحانه من صمد ما أملك وسبحانه من مالك ما أولى وسبحانه من ولي ما أعظم وسبحانه من عظيم ما أكمل وسبحانه من كامل ما أتم وسبحانه من طعم ما أعجب وسبحانه من عجيب ما أفخر وسبحانه من فاخر ما أبعد وسبحانه من بعيد ما أقرب
وسبحانه من قريب ما أمنع، وسبحانه من مانع ما أغلب، وسبحانه من غالب ما أعفى، وسبحانه من عفو ما أحسن، وسبحانه من محسن ما أجمل، وسبحانه من جميل ما أقبل، وسبحانه من قابل ما أشكر، وسبحانه من شكور ما أغفر، وسبحانه من غفور ما أكبر، وسبحانه من كبير ما أجبر، وسبحانه من جبار ما آدينا، وسبحانه من ديان ما أقضى، وسبحانه من قاز ما أمضى، وسبحانه من ماز ما أنفذ، وسبحانه من نافذ ما أرحم، وسبحانه من رحيم ما أخلق، وسبحانه من خالق ما أقهر، وسبحانه من قاهر ما أملك، وسبحانه من مليك ما أقدر، وسبحانه من قادر ما أرفع، وسبحانه من رفيع ما أشرف، وسبحانه من شريف ما أرزق، وسبحانه من رازق ما أقبض، وسبحانه من قابض ما أبسط، وسبحانه من باسط ما أهدى، وسبحانه من هاد ما أصدق، وسبحانه من صادق ما أبدى، وسبحانه من بادئ ما أقدس، وسبحانه من قدوس ما أزهر، وسبحانه من ظاهر ما أزكى، وسبحانه من ذكي ما أبقى، وسبحانه من باق ما أعود، وسبحانه من أواد ما أفطر، وسبحانه من فاطر ما أرعى، وسبحانه من راء ما أعون، وسبحانه من معين ما أوهب، وسبحانه من وهاب ما أتوب، وسبحانه من تواب ما أسقى، وسبحانه من سقي ما أبصر، وسبحانه من بصير ما أسلم، وسبحانه من سليم ما أشفى، وسبحانه من شاف ما أنجى، وسبحانه من منج ما أبر، وسبحانه من بار ما أطلب، وسبحانه من طالب ما أدرك، وسبحانه من مدرك ما أشد، وسبحانه من شديد ما أعتق، وسبحانه من متعطف ما عدل، وسبحانه من عادل ما أتقن، وسبحانه من متقن ما أحكم، وسبحانه من حكيم ما أكفل، وسبحانه من كفيل ما أشهد، وسبحانه من شهيد ما أحمد، وسبحانه هو الله العظيم، وبحمده والحمد لله، ولا إله إلا الله، هو الله أكبر، ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دافع كل بلية وهو حسبي ونعم الوكيل، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا به، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
खूब दुआ करा दे। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आप सब एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की भी तिलावत करके उसे मासूमीन की खिदमत में और तमाम मोमिनों की खिदमत पहले हदिया कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. پروردگارا یہ دعائے مجیر، دعائے صد سبحان اور یہ سورہ فاتحہ جس کی ہم سب نے مل کر خلوص دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں تلاوت کی ہے پروردگار، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے میرے معبود، ان تمام دعاؤں کو ہم چہردہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں پروردگار، جو بھی اس کا اجر و ثواب ہے اے میرے مالک اسے تمام شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، شہدائے شام، سیریا، عراق، ایران، لبنان اور جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں پروردگارہ حق کے لیے جنہوں نے اپنی جان دی ہے پروردگارہ، فلسطین کے شہدا سب کی روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں خدایا، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے تمام علماء کرام مجتہدین کرام جو دنیا سے گزر گئے ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور جو بھی اس کا اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحوم مومن مومنات بالخصوص بالخصوص ہمارے گروپ کے سجان جتنے بھی ممبران ہیں ان کے مرحوم مومن مومنات ان کی تمام مرحومین کی خدمت میں، اور بالخصوص جو اس وقت اس دعا میں حاضر ہیں پروردگارہ ان کے تمام مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں پروردگارہ، ان کی برزخ کی منزل کو آسان فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے پروردگارہ، ان کے قبر پر تو اپنی رحمت کو نازل فرما اے میرے مالک، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہم سب گنہگار خطاکار تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے دعا کر رہے ہیں پروردگارہ، سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے مالک، آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے سبز قبا کا، تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ کا پروردگارہ، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے مالک، ہم سب کی تمام گناہان کبیر اور صغیر بخش دے اے میرے پروردگار، جتنی بھی مومنات اس دعا میں شامل ہوئی ہیں اور جو نہیں شامل ہو سکے خدایا ان سب کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما پروردگارہ، حسن مجتبیٰ کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو وحشت قبر، دہشت قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا اے میرے مالک، تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگارہ ہم سب کی قبر کی منزل کو آسان فرما اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمیں انہیں نمازی اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا پروردگارہ، تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما پروردگارہ، تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، جتنے بھی مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ، جو
बेरोजगार हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में जल्द से जल्द उन्हें हलाल रोजगार अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता देते हैं परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी बेटियों को जनाबे सैयदा जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में दुनिया में जहां जहां मुहिबान अहले बैत हैं शियाने हैदर करार हैं, उनकी जान व माल उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाया फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। खुदाया फिलिस्तीन के मुसलमानों को आजादी नसीब फरमा। खुदाया माहे रमजान है, नहीं मालूम वो किस तरह से रोजा रख रहे हैं, भूखे हैं प्यासे हैं, परवरदिगारा जल्द से जल्द उन्हें उनके वतन को आजादी नसीब फरमा, क़िबले अव्वल को आजादी नसीब फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम को निस्तुर नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा। परवरदिगारा जितने भी शहीद इस वक्त हुए हैं ए मेरे मालिक, उनकी कुर्बानियों को जाया न जाने देना मेरे मालिक। जल्द से जल्द फिलिस्तीन को मुकम्मल आजादी नसीब फरमा। ए मेरे परवरदिगार हमारे उलमाए कराम मुज्तहिदीन कराम को सेहत तंदुरुस्ती तुलानी उम्र इनायत फरमा। खुदाया 15 दिन माह रमजान के निकल गए हैं, बस 15 दिन और बचे हैं मेरे मालिक। हमसे कोई भी जो खता हुई है मालिक उन्हें बख्श दे, उन्हें माफ कर दे परवरदिगारा। इस माह रमजान के खत्म होने से पहले हमारी मगफिरत फरमा। ए मेरे परवरदिगार हमें तमाम गुनाहों से पाक और पाकीजा करार दे। हक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सब मिलकर एक साथ दुआए फरज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. परवरदिगार आप सबकी तमाम हाजतों को इंशाल्लाह पूरी फरमाए और आप आमीन सबकी इबादत को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन।